هل يا أصدقائي معكم سامو؟ طبعا هذا الفيديو يا أصدقائي مثل ما شفتوا بالعنوان مثل ما متعودين يا أصدقائي، اليوم هو يوم الثلاثاء، معناته حيوصلنا إيميل جديد من بيكاكسي، والإيميل دائما يا أصدقائي بيكون فيه كذا أخبار وتسريبات التحديث والإضافات اللي حتنزل خلال الأيام القادمة في بيكاكسي. وبالمناسبة هالإيميل يا أصدقائي تبع اليوم حيكون مليان أخبار وتسريبات حلوة وتجنن. أول شي يا أصدقائي بيكاكسي حتكلمنا عن تكملة التحديث تبع الأرشيف، وثاني شي حنتكلم عن أخبار التحديث القادم أو الباقات اللي حتنزل، من ضمنها ملابس ولعبة جديدة ححكي لكم فكرتها وكل التوقعات بهذا الفيديو. فبدون ما أطول عليكم تعالوا هسه الكل أريدكم تحطوا كثير لايكات وأيضا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس. ترى إيش حتخسروا؟ اللايك أبد ما يكهرب وبالمجان. وبس تعالوا الحين نبلش بالفيديو تبعنا، فليتس جو. جوسيب جيرل يا أصدقائي حتبلش الإيميل وحتحكي لنا على الفيديو تبع الأدمن هذا المثبت بهذا المكان، أيوة، وتقول يا أصدقائي إنه كذا بالسنة الماضية عرفنا الحين كذا أخبار أكثر عن جليتش وأخوها فليكر، يس أخوها. فهذيك السنة يا أصدقائي تقول كان فقط جليتش، أما هاي السنة انضم لها أخوها فليكر، وأيوة يا أصدقائي. وتقول هم حاليا متخبين يا أصدقائي، عم يخططوا لأشياء جديدة، أشياء شريرة أو خطط شريرة حيسووها. فيا ترى إيش تتوقعوا حيصير؟ فصراحة ما أدري وما إلي أي كذا أي توقعات. فإنتوا اكتبوا لي يا أصدقائي لو كان في عندكم توقعات، اكتبوا لي بالتعليقات، أوكي؟ حنشوف مين توقع المنطقي أكثر واللي ممكن يكون صح. بس أنا صراحة ما أدري يعني إيش يسوون هاي المرة، يسرقون أو يخطفون الأدمن، فما أدري صراحة، ما إلي توقعات. فلو كان قلت لكم. فأوكي يا أصدقائي هسه تعالوا نكمل الأخبار تبع هالتحديث، وبعدين ننتقل على الأشياء اللي حتكون بالتحديث القادم. أوكي، واو شوف هاي الطيارة. بالمناسبة يا أصدقائي هذا الحين حنتكلم على الطيارة. أو كمان جوسيب جيرل تقول لنا شفتوا الأدمن قاعد يرتدي درع جديد، وهو هذه البدلة جديدة. فتقول يا أصدقائي صراحة ما ذكروا متى حتنزل، بس قالت إيش تتوقعوا حتكون مميزاتها وبس، يعني هذا الشيء اللي ذاكرينه بالإيميل. ما قالوا لنا يا أصدقائي إذا حتنزل بهالتحديث أو بتحديث ثاني. فالحين يا أصدقائي تعالوا أقول لكم العروض اللي حتنزل بتكملة هذا التحديث تبع الأرشيف. طبعا يا أصدقائي أول شيء حتنزل بيكاكسي هذه الطيارة، وسبقا لو شفناها بالتسريبات وتراها هذه هي يا أصدقائي، هي نازلة ببيكاكسي ولكن ما يمدينا نشتريها، يعني تضل معانا للأبد بالحقيبة. فشفتوا زي أنا حاليا مستأجرها فقط وحتضل معاي لوقت معين وحتروح بعدين خلاص. وثاني شي حتنزلوا بيكاكسي وهو الحيوانات. الحيوانات يا أصدقائي سابقا لو شفناها بالتسريبات قبل لا ينزل التحديث حتى، وصراحة يا أصدقائي ما ذكروا هذني الأشياء لو حتكون بجواهر ولا كوينزات اللعبة ولا بشحم، ولكن غالبا ما بتكون الحيوانات بجواهر. أيوة بجواهر. فهم الحيوانات يا أصدقائي خليني أذكركم، حيكون في حيوان لفليكر وللآدمن ولنيمدا وبس والله. أما بالنسبة يا أصدقائي لموعد نزول هاي الطيارة، ويعني هذني الباقات تبع تكملة التحديث الحيوانات والطيارة، فبيكاكس يا أصدقائي تقول كذا قريبا، أتوقع يا أصدقائي ممكن بيوم الأربعاء أو ممكن بيوم الخميس. لكن أهم شي ترى يا أصدقائي لما تقول بيكاكسي قريبا يعني بهذا الأسبوع، وهذا أغلب شي. فإن شاء الله لما تنزلهم بيكاكسي حسوي لكم فيديوهات عليهم وأخبركم وأجربهم وياكم، فقط استعدوا وحطوا كثير لايكات على هذا الفيديو. هسه يا أصدقائي خلصنا من سوالف تحديث الأرشيف هذا، تعالوا الحين نتكلم عن إضافات التحديث الجديد
أو الأشياء اللي حتنزل قريبا في PKXD. تقول Gossip Girl يا أصدقائي كانت مرة جنب المدرسة هاي، خلونا نجي قدامها، وشافت ثلاث فتيات أو ثلاث بطلات عم يرتدوا ملابس جديدة بشكل مختلف. بشكل مختلف، ورايحين عشان يدخلوا للمدرسة أو للفصل تبعهم، وهذني الملابس يا أصدقائي اللي قلت لكم عم يرتدوهم نوعهم جديد وما هم موجودين من قبل. فصراحة يا أصدقائي إنتوا إيش تتوقعوا؟ ما ذكروا لنا مين حيكونوا هم هذني البطلات، لكن يا أصدقائي أغلب شيء هم ثلاثة، ركزوا لي على ثلاثة. التوقع الأكبر حيكونوا هم فتيات القوة. فطبعا يا أصدقائي كارتون فتيات القوة غني عن التعريف، وأتوقع كلياتكم شاهدتوه في الصغر، فصراحة ما بتذكر عنه كثير معلومات، فقط جمعت لكم معلومات عنه عشان أذكركم. ويلي فكرة الكارتون يا أصدقائي كانت بتتكلم على هذني الفتيات واللي هم فتيات القوة الصغيرات، واللي اختراهم يا أصدقائي لهذاك اللي اسمه البروفيسور، ما أدري إيش اسمه بالضبط، ما أتذكر وما لقيت اسمه كذا. ويا أصدقائي شلون صنعهم أو اخترعهم؟ اخترعهم بالسكر وتوابل وكل الأشياء اللي لطيفة وحلوة، وبالغلط يا أصدقائي دافع عليهم مسحوق الإكس يس، وبسببه يا أصدقائي خلاهم يصير عندهم قوة خارقة. ويا أصدقائي هم استغلوا هاي القوة الخارقة وقرروا يساعدوا المدينة أو عالمهم كل ما يكون خطر. ولو تتذكروا يا أصدقائي كل ما كان عم يكون في أشرار بالمدينة كان بيتصل عليهم هذاك العمدة، تتذكروا؟ ودغري أول ما يتصل عليهم تلقوهم كذا عم يطيروا بالسماء وإجوا على العالم. فيا أصدقائي 90% حيكونوا هذني الفتيات هم فتيات القوة. والتوقع الثاني لهذني الشخصيات من حيكونوا هم الجاسوسات. أتوقع كمان بتعرفوا كارتون الجاسوسات، أيوة، أو مسلسل الجاسوسات. خلين أذكركم كمان بفكرته. طبعا يا أصدقائي كمان هم ثلاث فتيات كانوا عم يدرسوا. شفتوا يا أصدقائي اللي كمان خلاني أقول ممكن يكونوا جاسوسات؟ عشان يا أصدقائي طول الوقت أو أغلب الوقت كانوا عم بيكونوا زي فتيات القوة بالمدرسة، يعني طالبات. فهذني الجاسوسات يا أصدقائي بعد ما كانوا بيروحوا للمدرسة بعدين صاروا عاملات سريات، وكان عليهم يا أصدقائي لازم يدرسون وبنفس الوقت ينتبهون على مهمتهم كجاسوسات. وأسماءهم يا أصدقائي أليكس وكلوفر وسام، يس إن شاء الله أكون نطقت صح. أما هسه تعالوا يا أصدقائي أقول لكم على آخر خبر، وهو عن إضافة لعبة جديدة. يا أصدقائي PKXD عم تحكي هاي اللعبة اللي حتضيفها باللعبة حتكون هي لعبة كبيرة وجديدة بنفس الوقت. يعني لما قالت جديدة فمعناتها فكرة جديدة وأبد ما نازلة في PKXD. وأتوقع يا أصدقائي ممكن بهاللعبة ما دام PKXD منزلة كثير شخصيات مشهورة وأبطال من الكارتون، أتوقع ممكن تجمعهم بلعبة واحدة. ويا أصدقائي فكرة اللعبة مثلا يكون لازم أنهم ينقذوا الجزيرة أو العالم، فإيش رأيكم بتوقعي؟ حنتظر كمان توقعاتكم خلال التعليقات. فهذا هو الإيميل بالكامل، وبس مع السلامة، باي باي، سلام.